بسم الآب والابن والروح القدس آمين. آمين. إخوتي، كالكاهن قبل العيد وقبل نهار الأحد ببلش يفكر براسه ويتأمل ويطلب من الرب يعطيه الكلام الحقيقي تيقدر يطال هالبشري. ومن أصعب من اللحظات هيدي من التأمل والتوسل والترجي لربنا يعطينا شي كلمة تقدر تفوت وتخرق قلوب الناس وتقدر تعيش العيد بقلوب البشر. اليوم إخوتي أنا وياكم حب أتخيل عالم بلا قيامة. خلينا هيك نفكر أنا وياكم إن لم يقم المسيح. العالم كيف بده يصير؟ شو بيصير بهالعالم؟ كيف كنا عايشين من دون قيامة الرب؟ تخيل، ما بعرف شو بيطلع معكم أجوبة وصور وخيالات براسكم، ولكن عالم بلا قيامة إخوتي، عالم بلا يسوع المسيح. لو لم يكن المسيح، لو لم يكن يسوع المسيح، نحن إيماننا باطل وإنجيلنا باطل وكل شيء باطل، وجودنا هون باطل وصلاتنا باطلة وما إلناش دعوة بهالوجود كله. هيك بيقول مربولوس إن لم يكن المسيح فإيماننا باطل فكل شيء باطل. هيدي وقت بيكون الإيمان باطل إخوتي يعني شو؟ رجينا باطل. شو بنترجى؟ قيامة الموتى؟ شو بعرفنا كيف كنا عم نفكر مثل ما هالناس اللي مش مؤمنين بالله وتاركين الله بهالدنيا بتسألهم طيب والموت؟ بيسكت ما عنده جواب، أو إذا بده يجاوب بدري شو بيجاوب، أشياء بلا طعمة. والموت ما في شيء، لا في فصح ولا في عبور ولا في شيء. ضياع كلي وانتظار. هالناس كانوا لحديت هلا بعدهم عايشين هالانتظار تيجيهم هالوعد بالخلاص، هالمسيح يتجسد يقدر فعلا يعطي معنى لهالوجود، معنى لحياتنا ومعنى لابديتنا. نحن محظوظين اخوتي بهالدنيا، عنا مسيح يسوع يلي تجسد من السماء ومن عليائه من مجده، أخلى كل المجد وتجسد وصار إنسان معنا وعطانا طريق هالخلاص الرائع من أول ما بلش بقلب مهده، لا مهد الصليب، من مهد الطفولة إلى مهد الصليب ربنا أعطانا طريق خلاص كثير عظيم إخوتي، كثير عظيم، كثير رائع، كثير عميق، كثير مهم، كثير بفوت على قلوب البشر تيقدر يخليهم يعبروا لنضوج القيامة ولعيش الملكوت. مع المسيح ومع قيامة المسيح إخوتي نحن نتأكد كليا إنه هالإنجيل المقدس هو إنجيل حقيقي، هو طريق للحياة الأبدية، طريق للحب الحقيقي بهالدنيا. مع قيامة المسيح إخوتي نتأكد إنه نحن إذا آمنا بهالمسيح وأطعنا كلامه نحن نعبر من هذه الفانية إلى رجاء الحياة الأبدية. عبور أكيد أكيد مع قيامة الرب صار هيدا العبور، صار أساسي بحياتنا. وهون نبع صلاتنا إخوتي تنبع من قيامة الرب، معبوديتنا تنبع من قيامة الرب. نحن نغطس مع المسيح في مياه المعبودية بقوة الروح القدس، نموت معه ونحيا معه، نغطس فيه ومنوم من المياه أبناء الملكوت، أبناء القيامة. كل شيء القربان المقدس هو علامة لقيامة الرب، لموته وقيامته. نحن
وبقلكن اياها دايما وقت الكاهن بيقول الكلام الجوهري، ولكن وقت يعيش الفصح الحقيقي وقت بيكسر الكاهن القربان موت الرب بيرجع بيشبع وبيعلي قيامته وصعوده الى السماء. القربان والمعبودية والغفران والغفران الخطايا تأتينا بقوة قيامة الرب على بعد موته على الصليب ورحمته لإلنا قيامته، هيدي قيامة الغفران. شو بدي قلكم؟ كل شيء وكل إيماننا مبني على قيامة الرب. واليوم بدي أطلب منكم شغلة، منقول المسيح قام منرد حقا قام، هيدي الحق كان قام اخوتي، هيدي الحق كان قام. بدها نضوج، بدها نضوج. انا قد فكرت هيك بنقول حق كان قام العيد بعدنا حق كان قام، مش الحال انه كلمه وتنقال يعني، بس حق كان قام. هل يا ترى المسيح بالنسبه لإلكم حق كان قام؟ هل يا ترى ايمانكم بالقيامه عميق جدا؟ في فرق بده يصير بالحياه، بده ينعمل فرق من؟ إذا أنا مؤمن بالقيامة مش مثل إنه أنا مش مؤمن بالقيامة، في فرق كبير. ساعة تكون أنا عم بقول حقا قام يعني أنا لا أخاف، لا أخاف. مرتين ثلاثة يسوع بيقول لا لا ما تخاف ما تخاف لا أخاف. نحن وقت يا حرام نعيش الخوف. ساعة بقول حقا قام الموت لا يرعبني، نحن كلنا في الجر على واحد وجه الموت كارثة. وقتها بقول حقا قام، كيف عم عيش الشهادة لهالقيامة بالحياة العامة؟ أمام كل البشرية، هل يا ترى أنا أبشر بالمسيح؟ القيامة تدعوني إلى التبشير بالمسيح، إلى عيش المسيح من دون أي حياء وأي خجل بدني. ونحن أوقات كثير نتواجه مع ناس بنصير نخبي حالنا، ويا رب ما يسألني إذا كنت أنت مسيح ولا لا، شو بدي أقول له وشو بدي أعمل. القيامة إخوتي فعل إيمان عميق ونعمة من الرب. بدي أطلب منكم من كل قلبكم صلوا صلوا لربنا يثبتنا بالإيمان بالقيامة، يثبتنا يرسخنا بالقيامة، يخلينا نعيش حقيقة هالفعل العظيم، هالأعجوبة العظيم اللي عيش الرب، وهي أعظم أعجوبة بالوجود. خلينا نعيشها بعمقة، مش بالكلام، مش بالكلام، بعمقة بشهادتنا. يحسوا الناس بفرق يا خي بين ابن قيامة وابن بلا قيامة، بين ابن يسوع المسيح ابن المجد ابن الملكوت، بين واحد ابن الإنسان وابن البشرية ابن البشر. في فرق، هالفرق لازم الناس تحسوا فينا. اعملوا الفرق، فرق القيامة، هيدا الأساس. وهلا إخواتي بهاللحظات رح نعيش قيامة الرب من القبر. بصلوا أنا هيك بدي نروح نرفع المسيح من القبر. إن شاء الله هيك من كل قلبي بتمنى لكم تكونوا أبدين قيامة، تصروا على قبور هالعالم كلنا، على اللا أخلاقية، على كل القبور المزيفة اللي بتقتل الإنسان، وتعيشوا شهود للقيامة مثل ما عيشوها الرسل وهالإنجيليين وكل هالقديسين اللي سبقونا. لأنه كل أعجوبة بشفاعة قديس إخوتي هي علامة للقيامة، هيدا اللي لازم نقوله دايما. قلت لكم وقت عمل هالأعجوبة ما شرب بشفاعة ما شرب يسوع، عمل الأعجوبة مع الشيخ، أنا بقول له هيدي علامة تتآمن، مش إنه أمك كانت مريضة بالكانسير وشفت، مش هيدي القصة، مش هون، مش عم يعمل يسوع بواسطة ما شرب الأعجوبة تيقول لك هيك بس، لا، بده يقول لك آمن بالمسيح يسوع الذي قام بها البوض واللي بس والذي بشر به الرسل في هذا الانجيل وشهد له القديسون طيلة حياته. هيدا هو اللي بدنا نقوم من القبر، هيدا هو الاعجوب العظيم. نوقف كلنا سوا اخوتي بكل قداسه.